كثير من الناس أحق بالكلام مني، منهم الشيخ محمد الأمين ولا عبد الرحمن الشيخ، وهو الذي أصلا وين محمد الأمين؟ بدل عبد الرحمن الشيخ كان ينبغي أن يكون هو الأول يتكلم، لأنه هو الذي أسس هذا العمل في بدايتي، وهو الذي أتى بنا إليه. أنا شخصيا من تلامذتي، وهو الذي جزاه الله خير أرشدني إلى هذا العمل، وكان ينبغي أن يتكلم وعنده ما يقول، جزاه الله خيرا. كذلك الذي تكلم أحمد سيدي محمد وغيرهم كثير، ونسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا الذين نرجو أن يتغمدهم الله بنعم الجنة. محمد الخيري كان الناس الذين أسسوا هذا العمل، سيدي محمد السيساح توفي قبل قليل، وأخيرا وكصل، وأخيرا إسماعيل بن أحمد عالم، وعمر بن المعطلة، عبد العزيز السي، والدو، ومحمد حيد. نسأل الله تعالى أن يغفر لهم جميعا. وكذلك سيدي محمد بن النفيس أيضا، يعني من الأوائل من الشباب الأولين اهتموا بهذا الموضوع، وتوفي في سيارة كانت فيها أطباء، هو ممرض، وكان مكلفا بإقامة حد في علاج، ولما رجعت السيارة انكفأت في ظروف غامضة، لا إلى الآن لم نعرف الظروف التي انكفأت فيها، ولا صلى الله تعالى أن يرحمهم جميعا ويغفر لهم. الآن أقول اذكروا إن أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. نحن كنا هم في زمن كما قال قبل الأخ لا يمكن أحد منا أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكنا في الاجتماعات والندوات عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يتندر علينا الناس، يقول جاءكم أهل بسم الله الرحمن الرحيم، جاءكم أهل بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا ضعاف النفوس يتركون البسملة خوفا لا يقال إنهم من أهل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن شهدناهم ظروف صعبة صعبة، وهذا البلد استحوذ عليه الكفر والإلحاد في زمن قصير، ولكن الله تعالى أعان أهدى الناس لهذه الصحوة، ونسأل الله تعالى أن يوفق أهلها. وأنا أدعو إلى ما دعا عليه الشيخ أمين محدث الكلمة ورص الصف، وأن يتغمد الموتى بنعيمه وبجنته، وأن يرشد المسلمين الأحياء، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم.